جولة سريعة مرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. وبنبدأ من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد في الوقت الحالي وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي إن في سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي إن في كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش للمتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. هنروح لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن في سيولة مرورية. لو رحنا لمحور الناصر هنلاقي إن في كثافات مرورية وصولا للمنصة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وبيشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. كمان شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبياً. نروح لمحافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما المتجه الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية وهنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. نروح لطريق المريوطية الدائري هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولاً لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي، وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لبولاق ومبابة. بالنسبة لمحور صفت فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وبرضو ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاق ومبابة. هنروح لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفهوش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا المرورية، هنروح لمحافظة بورسعيد وهنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. زي ما قلنا كده في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، أقل درجة حرارة هتكون في بورسعيد 27 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية.